بعد أن كان شارع صلاح الدين شاهداً على رحيلهم إلى الجنوب أصبح خالياً، فاكتظاظه انتقل إلى رفح ليتحول المشهد فيها من مدينة كانت تؤوي 300,000 نسمة إلى البقعة الأكثر كثافة في العالم، وكيفما كانت الزاوية مأساة عن قرب، حتى تلك التي التقطتها الأقمار الصناعية توحي ببؤس هجرة قسرية، بل إنها وصفت بغابة خيام. كنا زحنا من أسكر جبل عمان والمعنى هنا طالعين عرفة، شرد مطبخ علينا، ولا مية ولا كهرب ولا أكل ولا شرب. تضاعفت الأعداد ما يصل إلى 4 مرات في رفح الحدودية، ومعها ضاقت السبل على قاصديها، فهذه المحافظة الواقعة في أقصى جنوب القطاع لا تتجاوز مساحتها 60 كيلومترا مربعا، أي تشكل 15% من إجمالي القطاع. ومع الحرب باتت تعج بأكثر من 1,300,000، بمعدل 16 شخصا لكل متر مربع يتوزعون ما بين الخيام والعراء. زحام وكأنه يوم القيامة، يصف النازحون رفح التي باتت خدمتها مرتبكة بتكدسها، ففي كل شبر تنصب خيمة. إحنا شعب لازم نعيش حياة حرة كريمة، لازم يوقف الإرهاب هذا كله. إيش ضل فيها؟ بحشرونا في الزاوية، أخريتها وين إحنا؟ الحرب هذه وقفوا المهزلة هذه يا أمي، يوقفوها بكفي، والله بكفي يا أمي. الناس تعبت، هجت الناس، صارت تجري بدون وعي. مشوا بتثاقل من محطة إلى أخرى، فحتى وصولهم إلى رفح ذاقوا فيه مرارتين، مرارة الطريق ومن ثم الفقد. مش فيش أي تنظيم ولا فتح ولا حماس ولا أي تنظيم، احنا ناس مواطنين مسلمين شاردين من غزة، زي ما برحلونا رحلونا من منطقة لمنطقة واستقرينا في أرضه. احنا مش عارفين هذا ايش اللي بيصير، نساء في كل مكان، شوف الجثث، شوف الجثث، شوف الأطفال، شوف الأطفال البني آدمين الصغار، شوف الأطفال، مش عارفين هذا ايش اللي بيصير فينا، مش عارفين ايش اللي بيصير فينا. في كل مكان في قصف، في كل مكان، من الشرق للغرب، من الجنوب للشمال، كل مكان في خطر. كل أطفال العالم بيلبسوا الغسيل نظيف، إحنا بنلبسه بطعم البارود وبريحة البارود. مضت 3 أشهر ولم ينسوا منازل يشتاقون لجدرانها، فكل شيء أمام العودة إلى وسط وشمال القطاع يهون، عدا أن يكتب مصيرهم في خيمة. إسراء الصغير، الحدث.